تونس اللي هي معروفة في العالم كبلد مضياف وبلد يستقبل وبلد عاشت فيه عديد الحضارات، أنه اليوم تونس ما تتهم بالعنصرية، هذا شيء ما يستقيمش وربما مضحك شوية. من المؤكد أن الجميع يتفق مع وزير الخارجية التونسي نبيل عمار فيما ذهب إليه، لكن الأمر أعمق من اختصاره في اتهامات موجهة لشعب وهبة وزير للدفاع عن شعبه. تعاني صفاقس منذ أشهر، وعدد من المدن الساحلية في تونس بل تئن من ظاهرة تزايد المهاجرين الأفارقة، من دون أن تحرك الحكومة ساكناً لاستغاثات الأهالي من ممارسات المهاجرين الأفارقة، ما دفع الأهالي لمواجهة الأزمة بأنفسهم في ظل غياب الدولة. المدينة شهدت احتجاجات بعد مقتل شاب تونسي الاثنين الماضي على إثر محاولة تسليبه على أيدي ثلاثة مهاجرين وتعرضه للطعن باستعمال آلة حادة، وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر الضحية وهو غارق في دمائه على قارعة الطريق قبل أن تصل إليه وحدات الدفاع. حادثة مقتل الشاب الإصفاقسي ليست الأولى، فقد سبقها حوادث أخرى كان أكثرها دموية، مقتل كهل تونسي على يد المهاجرين بهدف السرقة. ويقول تونسيون إن اختزال أزمة المهاجرين بهجمات واشتباكات تسطيح للأزمة في ظل تخاذل غير مبرر من الدولة وغياب غير مفهوم لتطبيق القانون، مشيرين إلى أن غياب النظام عن الأزمة التي يعيشها الإصفاقسيون يرجع إلى انشغاله في صراع البقاء، ومن ثم تحويل كل الجهود الأمنية لمقارعة المعارضة واعتقال رموزها وقمع التظاهرات الرافضة لهيمنته على السلطة. ويدللون على ذلك بفراغ منصب محافظ صفاقس منذ 6 أشهر. ورقة المهاجرين يراها البعض مهمة لقيس سعيد الذي يريد أن يقدم نفسه للغرب كخط دفاع أول للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، ما يخفف عنهم ضغوط الهجرة الكبرى التي شهدها العالم بعد أزمة سوريا، ومن ثم يجد الدعم المطلوب لتمرير خطته داخل تونس.